يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد وبارد ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن القاهرة. القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14، الأسكندرية 22-12، مطروح 20-13، بورسعيد 20-15، والإسماعيلية 25-13. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 13، العريش 21-10، طابة 24-13، شرم الشيخ 27-17، والغردقة 26-16. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 15، أسوان 33-16، الوادي الجديد 32-14، شلاتين 26-19، وأخيرا حلايب العظمى 28 درجة والصغرى 20. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.